مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غيكون ديال لا ليكتور. إذا في لونيت 6، إذا غنشوفوا لوبجيكتيف ديال هاد الصفحة. إذا هو ايدونتيفي ان تكست ديسكريبتيف. إذا هذا هو الهدف من هاد الدرس، ايدونتيفي ان تكست ديسكريبتيف. اذا غادي نقراو النص قراءه اوليه. وقبل ما نقراو النص، اذا اول سؤال كيطرح لنا هو اوبسيرف بيان ليماج. اذا شوف جيدا هذه الصوره هذه اللي عندك. اذا كو فواتي سور ليماج، اش كتشوف هذه ليماج؟ اذا غادي نقولوا اللي كنشوفوا في هذه ليماج هو عندنا هنا لا مير، اون فيل، لا بلاج، اكسيتيرا. اذا هذه لا فيل طنجي. اذا من العنوان غنقولوا لا فيل دو طنجي. إذا نقرأ النص قراءة أولية ومن بعد غنحاول أننا نشرح النص. طنجي. طنجي se situe au nord du Maroc. C'est une ville magnifique. On la visite pour la belle architecture de ses maisons, l'animation de ses boulevards et pour ses plages splendides. On trouve plusieurs lieux attrayants dans la ville de Tanger. La Playa, la côte de Tanji, au bord de Méditerranée, là, on peut trouver des bazars, des cafés, des hôtels et des restaurants. C'est le lieu idéal pour les promenades à pied et pour admirer le coucher du soleil. La Kasba, un des plus anciens quartiers de la ville entouré de murailles. Le Grand Soko, une grande place où on trouve de tout, marchands ambulants, cafés, marchés, boutiques, magasins d'artisanat. Le visiteur qui peut découvrir les alentours de la ville de Tanger pourra aller voir les grottes d'Hercule et le cap Spartel. إذن هذه قراءة أولية. الآن غنحاول نشرح النص. طنجة. إذن طنجة هي طنجة، مدينة طنجة اللي معروفة في شمال المغرب. إذن طنجة se situe au nord du Maroc. طنجة تقع في شمال المغرب. C'est une ville. هي مدينة magnifique. رائعة. On la visite. نزورها pour la belle architecture. نزورها من أجل عمرانها الجميل. De ses maisons. يعني نزورها من أجل عمران الجميل لمنازلها. L'animation de ses boulevards. يعني l'animation حركية شوارعها. Et pour ses places splendides. ومن أجل شواطئها الرائعة. On trouve نجد plusieurs lieux attrayants. نجد العديد من الأماكن attrayants الجذابة. Dans la ville de Tanger. في مدينة طنجة. La playa. La playa هي البلاية اللي كتكون في الشاطئ. La côte de Tanger. La côte, il y a château Tanja. Au bord de la Méditerranée, là. Là, il y a château Tanja, elle est à la bâche l'abiad, al-moutawassit. On peut trouver les bazars. هناك نجد محلات الحلي, les bazars. Des cafés, maqahi. Des hôtels. Des hôtels, huma, fanadiq. Et des restaurants, mataim. C'est le lieu idéal pour les promenades. هو المكان الأنسب ولا المثالي من أجل التنزه. À pied, يعني برجلين, يعني التنزه على الرجل, ماشي بلي فواتور, etc. Et pour admirer, ومن أجل le coucher de soleil, من أجل أن نعجب بغروب coucher de soleil, بغروب الشمس. La Kasba. المكان اللي كتسمى القصبة. Un des plus anciens, هو من بين أقدمي
كارتي الأحياء دو لا فيل أونتوري يعني بين الأحياء للمدينة أونتوري مدور دو ميغاي مدور ب ب ب بالحيوط يعني بسور سور عالي. المدن القديمة أكثرية كتكون مدورة بسور بحال مدينة فاس مدينة الرباط مدينة مراكش مدينة يعني مجموعة من المدن القديمة يعني كتكون مدورين بحيوط كبار أو أسوار. لو غروند سوكو اون غروند بلاس هي مكان كبير و اون تخوف دو تو الذي نجد فيها كل شيء مارشون أمبيون يعني باع متجولون لي كافي مقاهي لي مارشي الأسواق لي بوتيك المتاجر لي مغازا محلات لي زارتيسانا يعني الصناعات التقليدية يعني اكسيتيرا ثلاث نقط الحذف يعني مجموعة من الأشياء أخرى. لو فيزيتور يعني الزائر كي فو ديكوفغيغ الزائر الذي يريد اكتشاف لي زالونتور نواحي المدينه لي زالونتور هما من النواحي ولا لي زونفيرون دو لا فيل ديال المدينه طنجه بوغا الي فوار يعني ممكن له ان يذهب لي غروت داركول يعني يمشي لمغاره هرقل الو كاب سبارتيل ولا يمشي الراس سبارتيل. اذا هذا هو شرح نص طنجي. الان غنقراو قراءه اللي هي بشوية بشوية باش اللي عنده مشكل في القراءة. طنجي طنجي سو سيتوي او نور دو ماروك سي اون فيل مانيفيك اون لا فيزيت بور لا بيل architecture de ses maisons. L'animation de ces boulevards est pour ces plages splendides. On trouve plusieurs lieux attrayants dans la ville de Tanger. La Playa, la côte de Tanger, au bord de la Méditerranée. Là, on peut trouver des bazars, des cafés, des hôtels et des restaurants. C'est le lieu idéal pour les promenades à pied et pour admirer le coucher du soleil. La Casba, un des plus anciens, anciens quartiers de la ville, entouré de murailles. Le Grand Soko, une grande place où on trouve de tout, marchands ambulants, café, marché, boutique, magasin d'artisanat. Le visiteur qui veut découvrir les alentours, les alentours de la ville de Tanger pourra aller voir les grottes d'Hercule et le cap Spartel. إذن هنا غننتهي من النص. الآن غادي نحاولوا أننا ندوزو للتمارين. إذن j'observe et je découvre. إذن أول observe les photos et lis le titre du texte. إذن هاد تقريبا هاد درناه. De quoi parle ce texte. إذن هاد درناه في السؤال الأول. إذن غنحاول أن ندوزو je lis et je comprends. Où se trouve la ville de Tanger? Ina aina tatawajat madinat Tanja. Idan ghadi ngoulou Tanger se trouve au nord du Maroc. Ina madinat Tanja katwaj fi chamal al Maghrib. Idan hada huwa jawab dial soual. Tanger se trouve au nord du Maroc. Soual atal yaqoul qu'est-ce que les gens vont voir à Tanger? Idan اش كيمشيو الناس يديرو في طنجة؟ اش كيمشيو يديرو؟ اذا كيمشيو يشوفو لابيل اغتيكولتور
de ses maisons, l'animation de ses boulevards et pour ses plages splendides. إذا هذا هو الجواب إذا كيمشيو من أجل يشوفوا البنية العمرانية لمنازلها، الأنيماسيون دو لا بولفار، إذا من أجل شواطئها الرائعة إلى آخره. إذا هذا هو الجواب لا بلو لا بيل أرشيتكتور دو سي ميزون، الأنيماسيون دو سي بولفار، إي بور سي بلاج سبلانديد. إذا هذا هو الجواب. الآن غنشوفوا السؤال رقم 4 أش كيقول. كو بوتون ألي فوار أو ألونتور دو طنجي. ماذا يمكننا أن نرى في ضواحي مدينة طنجة؟ إذا اللي ممكن نشوفه في ضواحي مدينة طنجة أو ألونتور أون بو ألي فوار لي غروت ديركول، يعني ممكن نمشي نشوفو مغارة هرقل إلو كاب سبارتيل أو راس سبارتيل. إذا الآن نشوفو التمرين رقم 5، قالك كومبليت سو تابلو أبارتيغ دو تيكست بور ديكخيغ لا في دو طنجي. قالك أنا غتكمل هاد الطابلو هذا، يعني هاد الجدول، أبارتيغ دو تيكست، يعني انطلاقا من النص، باش أننا نديكخيغ، يعني باش أننا نوصفو مدينة طنجة. إذا لابلايا، لابلايا، إذا من النص غادي نجبدو لابلايا، هي لاكوت، لاكوت de Tanger, la côte de Tanger est un lieu de promenade. Est un lieu, lieu. Est un lieu de promenade. Est un lieu de promenade. Lieu. Lieu de promenade. إذا لكاسبا، لكاسبا ان دي بلو زونسيان، إذا هو ان، إذا هادو بطبيعة الحال من النص، ان دي بلو بلو زونسيان، إذا من أقدم زونسيان كارتيي، من أقدم أماكن دو لا فيل، دو لا فيل، أونتوري entouré باش دو موراي، اذا مدوره بالاسوار ولا بالحيوط، موراي دو موراي. لو غروند سوكو، اذا لو غروند سوكو اون غروند بلاص او اون تروف تو، اذا هو اون غروند بلاص، واحد الساحه كبيره، اون غروند بلاص، غروند بلاص او on trouve tout. ممكن تكتبوا شنو كتشوفوا في هذا في هذا اونكور تسوكم النص. اذا واخيرا لي زالونتور، لي زالونتور يعني النواحي، اذا كاش كنشوف النواحي لي غروت، لي غروت ديركول، يعني ديركول، غروت ديركول هي مغارة هرقل، اي دو كاب سبارتيل. اذا هذا فيما يخص السؤال رقم 5. الان غنمروا للسؤال رقم 6. اش كيقول السؤال رقم 6؟ غولاف. اذا استخرج اون فراز، واحد جمله، اون فراز كي ديكري ان ليو او طنجي، يعني واحد الجمله اللي كت اللي كتوصف لينا واحد المكان في مدينة طنجة. إذا حنا غنختارو واحد المكان، غنختارو لو كروند سوكو، إذا لو كروند سوكو، لو كروند سوكو، إذا مثلا هو هذا لو كروند سوكو، إذا نكتبوها، إذا أنا نحاول ندير الرموز حيت محال شي يكفني البلاصة. إذا أون كروند، أون كروند بلاص où on trouve de tout. إذا هنا وفي هاد دو تو غادي تكتبو هادشي دو تو، مثلا مارشانديز، أمبيلون، كافي، مارشي، بوتيك، مكازان، داك زين، إكسيتيرا، إذا تكتبوهم هنايا. إذا نمشيو للتمرين رقم 7، اش كيكون التمرين رقم 7؟ إكسيرسيس 7. إذا تيقول كيس كي رون طنجي مانيفيك،
قال لك شنو اللي كيجعل مدينة طنجة مدينة رائعة؟ إذا اللي خلينا تكون طنجة مدينة رائعة هو ce qui rend Tanger magnifique, ce sont son architecture, ses boulevards, ses monuments, ses places, ses plages, etc. إذا هما هادو اللي كيخليو مدينة طنجة مدينة رائعة. إذا ce qui rend Tanger magnifique, ce sont son architecture, إذا بناياتها, ses boulevards, شوارعها, ses monuments, مآثرها, ses places, يعني مساحاتها, و ses plages, هما بحارها ولا شواطئها. إذا السؤال رقم 8 اش كيقول؟ Où les gens peuvent-ils se promener à pied؟ إذا فين يمكن للناس إذا تسارع ولا تدور على رجليها؟ فين في مدينة طنجة اللي ممكن أنهم يتسارعوا ولا يدوروا على رجليهم؟ إذا سي تري فاسيل. إذا كاينين les gens peuvent se promener à pied sur la playa. إذا راه قالوها في النص. إذا les gens peuvent se promener à pied sur la playa. إذن هذا هو الجواب الصحيح. إذن مشاهدي الكرام إلى هنا غنكون انتهينا من الصفحة 181. كنشكركم على حسن المتابعة. ما تنسوناش باللايك ديالكم وبتعاليق ديالكم، واللي مازال ما تابوناش في القناة تابوناش كيتسنى. ومرحبا بكم دائما في كل جديد ديال في جعبتي إفادة. إلى اللقاء.